السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بأحباتي ومتابعي قناة إلكترو المصطفى. إذا أعجبكم الفيديو أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم الجديد. موضوعنا اليوم على بيناكل. بيناكل موفي بوكس واحد يوجد فيه مشكل، سوف أقوم بتوصيله بالكهرباء. لا يشتغل فيه شيء، سوف أقوم بفتحه ليعود بعد فتحه إن شاء الله. الآن تم فتح الجهاز، سوف أقوم بقياس الفولت. هنا يجب أن تكون 24 فولت، يعني توجد 43 فولت يعني كثيرة، هنا يجب أن تكون 5 فولت، يوجد 2 فولت يعني 100% يوجد المشكل في علبات التغذية، يعني سوف يكون المشكل في أحد المكتفات. يظهر لي هذا المكتف يعني منتفخ قليلا، ربما هو سبب المشكل. سوف أقوم بفتح كارت مير وأقوم بمتابعة مسار 5 فولت أين المكتف الذي سبب المشكل لعودة. هي علبة التغذية بعدما قمت بفصلها من الجهاز. سوف أقوم بتتبع مسار 5 فولت، يعني 5 فولت تخرج من هنا، يعني تدخل من هنا، يعني تأتي من هنا إلى هذا المكتف الصغير وتذهب إلى هذا الملف، يعني ملف عبارة عن فيوز، إلى هذا الرجل، إلى هذا المكتف، يعني المشكل في هذا المكتف. سوف أقوم بتغييره إن شاء الله. مكتف ألف عشرة فولت. هو المكتف يعني تالف من الأسفل، يعني يوجد فيه مشكل 1010 فولت. سوف أقوم بتغييره إن شاء الله. سوف أقوم بتغييره بهذا المكتف، هو 1010. سوف أضعه هنا، الآن تم وضع المكتف. قمت بوضعه وراء كارت مير حتى أقوم بالتجريب فقط لعودة إن شاء الله بعد التجريب. الآن سوف أقوم بالتجريب وتوصيل الجهاز بالكهرباء. بسم الله، هكذا الجهاز شغال. ها هو يوجد المشكل في ذاك المكتف. الجهاز شغال، يوجد المشكل في ذاك المكتف. هو سوف أقوم بقياس الكهرباء. علي الآن موجودة. الآن سوف أقوم بقياس الكهرباء. هنا يجب أن تكون 5 فولت، هنا لكي تظهر لكم في هيا 5 فولت، هيا 4. هنا سوف أحولها إلى 1000. الآن توجد 5 فولت، توجد 5 فولت و 24 فولت أيضا موجودة، هيا والجهاز شغال. الجهاز شغال هو. أتمنى أني موفق في الشرح. إذا أعجبكم الفيديو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.